تتسع دائرة انتشار فيروس كورونا وتستمر عمليات حصد الإصابات الجديدة في الدول المختلفة. ففي الصين شنطال أعلنت لجنة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات تلامس 77 ألف حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن كورونا في الصين إلى 2442، وهو ما دفع الرئيس الصيني إلى الاعتراف بأن أزمة كورونا ما زالت خطرة ومعقدة. لكن هناك جانبا مضيئا في التقارير والأرقام المعلنة، وهو شفاء أكثر من 23 ألف حالة من الفيروس في الصين. أما في كوريا الجنوبية فقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 600 وإصابتين، وتسبب الفيروس بوفاة 6. ومن الدول الأكثر تضررا وتأثرا بالفيروس اليابان، التي وصلت فيها الإصابات إلى نحو 135 إصابة وسجلت وفاة شخص واحد فقط. أما في الولايات المتحدة فقد تم تسجيل نحو 35 إصابة، تعافى منهم 5 حتى الآن سامي. وبالانتقال إلى القارة الأوروبية، وصل كورونا إلى فرنسا وألمانيا وحتى إيطاليا. صحيح سامي، في هذه الدولة في إيطاليا سجل العدد الأعلى من الإصابات التي تخطت أكثر من 150 حالة في الساعات الأخيرة في 5 أقاليم، وذلك كما ذكرنا وفق حصيلة جديدة. في الشرق الأوسط سجلت الإمارات ولبنان وإسرائيل ومصر إصابات بالفيروس، إلا أن الدولة التي تشهد ارتفاعاً في الوفيات والإصابات هي إيران، التي سجلت 8 وفيات بالفيروس وإصابة 43 شخصاً. يبقى هذا العدد في إيران معلن بشكل رسمي في وقت اتخذت السلطات إجراءات مشددة شملت تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في 14 محافظة بينها العاصمة طهران.